فآفات اللسان من أخطر الآفات على الإنسان، لأن الإنسان يهون عليه التحفظ والاحتراز من أكل الحرام والربا والظلم والزنا والسرقة وشرب الخمور ومن النظر المحرم وغير ذلك من المحرمات، ويصعب عليه التحفظ والاحتراز من حركة لسانه. ومن هذه الآفات أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الآفة الأولى فضول الكلام والكلام فيما لا يعني. قال صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. الآفة الثانية الغيبة، وعرفها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ذكرك أخاك بما يكره. وقال ربنا سبحانه وتعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. ومعنى قول الله سبحانه وتعالى أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، أن ذكرك أخاك الغائب بسوء بمنزلة أكل لحمه وهو ميت لا يشعر بذلك، فكرهتموه أي فكما كرهتم هذا الأمر فاجتنبوا ذكر إخوانكم بالسوء. وفي ذلك إشارة إلى أن عرض الإنسان كلحمه. ولما قالت عائشة في يوم ما لرسول الله صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا، قال بعض الرواة تعني أنها قصيرة، فقالها النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث من أبلغ الزواجر عن الغيبة. قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. كما قلت في البداية، قد يتحرز الإنسان عن أن يأكل الربا، ولكن من أربى الربا، يعني من أشد أنواع الربا، كما قال صلى الله عليه وسلم، أن تتكلم في عرض الإنسان بغير حق. أما الذي يستمع إلى الغيبة فينبغي عليه أن يرد الغيبة عن أخيه وإلا كان مشاركا. قال صلى الله عليه وسلم: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. الآفة الثالثة من آفات اللسان النميمة، وهي نقل الكلام بين الناس لقصد الإفساد وإيقاع العداوة والبغضاء. قال عز وجل: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. مشاء بنميم يعني يمشي بين الناس بالنميمة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات، لا يدخل الجنة قتات. والحديث رواه الإمام البخاري ومسلم. وفي رواية عند مسلم: لا يدخل الجنة نمام. والقتات هو النمام. وقيل الفرق بينهما أن النمام الذي يحضر القصة فينقلها، والقتات الذي يستمع من حيث لا يعلم ثم ينقل ما سمعه، يعني يسمع من هذا كلمة ومن هذا كلمة وينقل الكلام بين الناس على جهة الإيقاع والعداوة بينهم. وحذرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هذا الأمر، وأخبرنا بأنه لن يكون من أهل الجنة. الآفة الرابعة، وهؤلاء أناس ابتلينا كثيرا بهم، وهم ذو الوجهين. لو أن شخصا ممن تعرفه معرفة وثيقة اكتشفت أنه يذمك ويقدحك من ورائك أو من وراء ظهرك، مع أنه يمتدحك دائما في وجهك، فمن المؤكد أنك ستشعر بالغضب، ثم يقفز إلى ذهنك مباشرة مصطلح ذي الوجهين، هذا المنافق المتلون الذي يأتي كل طائفة من الناس بما يرضيها. حذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم،
أو حذرنا من هذا الصنف من الناس، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن شر الناس ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. قال ابن حجر: وهو من جملة صور النمام. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من كان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من نار. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآفة الخامسة، وهي من الآفات التي انتشرت هذه الأيام لا سيما مع مواقع التواصل الاجتماعي، هي ترويج الشائعات. قال عز وجل: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وقال عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال ربنا سبحانه وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. يقول ابن كثير عند تفسير هذه الآية: إن الله ينكر على من يبادر إلى الأمور قبل تحققها فيفشيها وينشرها وقد لا يكون فيها صحة. من الممكن أن يروج كلاما سياسيا أو كلاما اقتصاديا لا صحة من ورائه. ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الإمام البخاري في صحيحه: أفرى الفرى، أي أكذب الكذب، أفرى الفرى أن يري الرجل عينيه ما لم ترى. وفي حديث الرؤيا الذي رواه الإمام البخاري يقول صلى الله عليه وآله وسلم: فأتينا على رجل مستلق لقفاه وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد فيشرشر وجهه، أي يقطع وجهه، يقطع من عينيه إلى قفاه ويقطع من منخره إلى قفاه. ولما سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الملائكة عن هذا فقالت له الملائكة: يا رسول الله، هذا الذي يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. يعني يخرج من بيته ويتحدث مع الناس بالكذب ويروج الشائعات، فيكون عقابه كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يقطع في وجهه على الصورة التي أخبرنا عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الإمام أبو داود في السنن بسند صحيح: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال، ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. والمراد بردغة الخبال أن الله سبحانه وتعالى يسكنه في جهنم في عصارة أهل النار وصديدهم، في عصارة أهل النار والصديد الذي ينزل من أجسادهم يسكنه الله سبحانه وتعالى في هذا المكان حتى يخرج مما قال، وذلك بأن يتوب ويستحل ممن قال فيه ذلك. الآفة السادسة هي الكذب. قال صلى الله عليه وآله وسلم: وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب ولا يزال يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب، ويل له ويل له. يعني حتى ولو كان الكذب على سبيل المزاح ويقول إني أضحك مع الناس، قال صلى الله عليه وآله وسلم ليضحك به القوم، وهو يعلم أنه يكذب، فويل له ويل له. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا مزاح في الكذب، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: وأنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وإن كان مازحا. الآفة السابعة من آفات اللسان شهادة الزور. قال ربنا سبحانه وتعالى: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. وقال عز وجل: واجتنبوا قول الزور. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن شهادة الزور من أكبر الكبائر،
قال صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس وقال: ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور. الآفة الثامنة: بذاءة اللسان. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى ليبغض الفاحش البذيء. وقال صلى الله عليه وآله وسلم في المرأة التي أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها كثيرة الصلاة والصيام والصدقة ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: هي في النار. رغم أنها كثيرة الصلاة وكثيرة الصيام وكثيرة الصدقة ولكنها تؤذي الناس بلسانها، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: هي في النار.